ذكرت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا، وأصيب خلالها 286 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. أضافت الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21,822 شهيدا و 56,451 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وقال الناطق باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، قال إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادرا صحيا، من بينهم كوادر تخصصية نادرة. ولا زال الاحتلال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة. وأكد القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف 142 مؤسسة صحية، أخرج منها 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، فضلا عن تدميره 104 سيارات إسعاف وإخراجها عن الخدمة. نصها جوا ونصها برا.